ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صباح الخير لكل المشتركين معنا في قناتنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، صباحكم تفاؤل وحسن ظن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فما ظنكم برب العالمين؟ اللهم إنا نظن بك غفرانا وعفوا ومعافاة وسترا وهداية ونصرا. دعاء للميت عن عوف بن مالك رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من الدعاء ويقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرمه جنة السلام ادخله. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهم الله: لا يعلم ما في غد الا الله، ولا يعلم ما تغيض الارحام الا الله، ولا يعلم متى ياتي المطر احد الا الله. لا يزال قلب الكبير شابا في سنتين في حب الدنيا وطول الامل. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوس. أنهلك وفينا الصالحون؟ عن زينب بنت جحش قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا قصر الخبث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتزبيد فإنه لن يسأل. أوصاني الرسول عليه الصلاة والسلام بحب المساكين وأدنو منه، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن فيها سلافهم الذين مضوا. ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كأخطر الساعة. الصلاة خير من النوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يتقارب الزمان وينقص العمل، ويلقى الشح وتظهر الفتن ويقصر الهرج. قال: يا رسول الله، ما هو؟ قال: القدر. أتدرون ما الغيبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: تدرك أخاك بما يكره. قالوا